تخطط لميناء الدخيلة بالإسكندرية النهاردة الدفعة الأولى من شحنات ألبان الأطفال اللي تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على توريدها، وده بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الفرنسية تمهيدا لطرحها بالسوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الصحة. هيتم طرحها 30 جنيه للعبور. ده وقد تم تشكيل لجان من القوات المسلحة والحجر الصحي في وزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمعاينة وفحص الرسالة الواردة بالميناء والتأكد من مطابقتها كافة المواصفات. وفقا لوزارة الصحة، الألبان اللي هتوفرها القوات المسلحة في الأسواق نفس أنواع الألبان اللي بتوزعها الوزارة في ما يقرب من 1600 منفذ على مستوى الجمهورية. الجيش كمان يعني بيدعم وأكدوا بأنه يدعم مناخ الاستثمار المحلي وهيسند عمليات توزيع الألبان إلى 4 شركات وطنية مصرية. ده يعني بعد حوالي أسبوع أو أكثر بقليل من أزمة الألبان التي يعني الآن بدأت في الانفراج بعد أن استورد الجيش المصري أو تعاقد على شحنة وصلت أول دفعة منها النهاردة. هنروح للعاصمة السودانية.